جنر الكاركترز للمصل. العضلات يا ولاد معمولة من وحدة بنائية اسمها سل. السل ده هي مطولة فبنسميها فايبر، وجوه الفايبر ده في فيلمنتس شعيرات مهمة جدا عشان يحصل الانقباض، اسمهم ايه الكونتراكتايل فيلمنتس دي؟ اكتين اند مايوسين. انواع العضلات عندنا ثلاث انواع: سكيليتال وكارديك وسموس ماسل فايبرز. العضلات يا ولاد طالعه من ميزودرمال اوريجين. يعني ايه ميزودرمال؟ اتكلمنا قبل كده في الامبريولوجي ان اصل البني ادم معمول من ثلاث طبقات: ميزودرم واندودرم واكتودرم. الميزودرم فيه الخلايا يو ام سي undifferentiated ميزينكايمال سيلز. اليو ام سي دهيت تتحول لحاجة اسمها مايوبلاست، والمايوبلاست تعمل حاجة اسمها مايوسايد اللي هي المصل سيل أو ذا مصل فايبر. الوحدة البنائية والشغالة structural and functional unit اسمها المصل فايبر. طيب قال لك هسمي السيل ممبرين اوف ذا مصل ساركوليما، وهسمي السيتوبلازم بتاع المصل فايبر ساركوبلازم. السيتوبلازم او ذا ساركوبلازم بتاع المصل فايبر احمر اسيدوفيليك. ليه؟ لانه مليان ممبرينس اورجانيلز ما عليهاش الرايبوزومز زي الميتوكوندريا، سموث اندوبلازميك ريتيكولم، فيها مايوفايبرلز وانكلوجنز. الانكلوجنز دي يا اولاد في عندي الجلايكوجين اند ذا مايوجلوبين. هتكلم على كل اورجانيل بالتفصيل. مبدئيا قلنا السيتوبلازم محمر مليانه ميتوكوندريا، سموس اندوبلازميك ريتيكولم، مايوفايبرل اللي هم الاكتين والمايوسين، وحاجات انكلوجنز بس مهمه جدا زي الفات والجلايكوجين اند ذا مايوجلوبين، وهقول لك كل واحده اهميتها ايه. هسمي السموث اندوبلازميك ريتيكولم ساركوبلازميك ريتيكولم، لان الاورجانيل ده تحديدا بيلعب دور مهم جدا في انقباض العضله. الصوره دهيت اول صوره شايفه المصل اللي اسمها السكيليتال مصل، الصوره اللي بعد كده الكاردياك مصل، والصوره اللي تحت السموث مصل. مين لما يجي يبص لي على السكيليتال مصل يوصفها لي؟ اللي انا شايفاه ده وان فايبر، وفي فايبر فوق اهو جزء منه وجزء من فايبر تحت. الفايبر الواحد اللي هو الوحده البنائيه والشغاله شايفه ان هي فيها نوايات كتير مالتي نيوكليتد، وشايفه ان هي مخططه وهذه الخطوط فيري ريجولر. طيب انزل على الكاردياك ماسل هلاقي فيه حاجات زجزاج، وهلاقي ان النواه سنجل وسنترال، وهلاقي ان الستريشنز بتاعتي الراجل، الخطوط بتاعتي الراجل. ابص على السموس الاقيها ما فيهاش خالص ستريشنز، ما فيهاش خطوط، وعامله سبيندل شيب زي العيش الفينو، والنواه سنترال واوفر وسنجل. المصل تيشو قلنا معمول من الانجيتد سيلز اللي هي اسمها الفايبرز. والانواع في عندي زي ما قلنا سكيليتال وكاردياك وسموث. طب معلش زود لي كلمه الاول، اتفق معاك اتفاق، يعني ايه سكيليتال مصل؟ muscles attached to the skeleton. في اكسبشنز للكلام ده؟ اه يا دكتور في اكسبشن. زي ايه؟ قال لك في عضلات زي اللي موجوده في الطنج هي not attached to the skeleton. العضلات اللي موجوده في الاسوفجس not attached to the skeleton اللي هي الابر سيرف. قال لك السكيلت المصل دي سترايتد اللي هي مزرقشه زي ما انت ما شايف الخطوط كده، وفولانتري. فولانتري يعني ايه؟ يعني بالاراده، انا عايزه اجيب كوبايه بروح مد ايدي واخد الكوبايه. هو في حركات غير اراديه؟ اه، زي مين؟ زي الكاردياك مصل، زي المصلز اللي موجوده في السمول انتستن اللي هي السموث مصل. يبقى تاني السكيلت المصل سترايتد وفولانتري. في اكسبشنز يا دكتور؟ اه هقول لك عليهم دلوقتي. طب الكاردياك سترايتد ليها خطوط، وانفولنتري القلب بيدق بغير ارادتك، انت وانت نايم قلبك بيدق.
السموث ماسل برضو دي involuntary muscle ونون سترايتد، ما فيهاش خطوط خالص، وانا افهمك الخطوط دي عبارة عن ايه وجات ازاي. يبقى تاني المسكولار تيشو معمول انواعه سكيلتال، ده سترايتد وفولانتري، الكاردياك سترايتد وان فولانتري، السموث نون سترايتد وان فولانتري. طيب السكيلتال ماسل اللي هنشرحها في الباوربوينت ده هو موجودة فين؟ موجودة في من اسمها زي ما قلنا attached to the skeleton اللي هو الهيكل العظمي. في آخر غير connected للسكيلتون زي ايه؟ زي التنج اللسان، زي ايه؟ زي الفارنكس البلعوم، زي ايه؟ زي upper half of the esophagus المريء، زي ايه تاني؟ الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز، زي ايه تاني؟ الكريماستيريك ماسل. الكريماستيريك ماسل دي عضلة موجودة في الذكور فقط، العضلة دي مسؤولة عن تطليع وتنزيل الخصية على حسب درجة الحرارة. لو البرد الدنيا برد جدا بتقرب التستس اللي هي الخصية ناحية البادي فبترفعها، لو البني آدم سخن أو عنده حرارة عالية بتنزلها أوي عشان عملية تصنيع الحيوانات المنوية. وفي الاكسترنال ماسلز اوف ذا اي. طيب الاكسترنال ماسلز اوف ذا اي دي عضلات اللي بتحرك لك عينك في الديفرنت دايركشن. دي اتاتشد فين؟ دي اتاتشد على حاجه اسمها السكليرا في العين اللي هي بياض العين. طيب قلنا ان السكيلتال ماسل مخططه وفولانتري ان اكشن اكسبت، الكلام ده مهم للام سي كيو، العضلات بتاعه السكيلتال ماسلز voluntary بالإرادة except إيه؟ except العضلات بتاعة البلعوم والمريء والكريماستيريك ماسل. هي skeleton لكن مش بالويل بتاعتي، يعني وانس اللقمة نزلت الفارنكس البلعوم ما بتطلعش تاني، ما بقدرش أخرجها إلا بقى لما الواحد يكون بيرجع. تمام؟ تمام، بفكرك إحنا شغالين في السكيلتون ماسل. طيب ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ تعالى من بره لجوه، دي العضلة، دي العضلة. طيب العضلة كلها متحوطة بنسيج ضام كونكتيف تيشو اللي فوق الكل، اللي هسميه ايبي ميزيوم، هسميه ايبي يعني فوق الكل، ميزيوم ايه؟ مصر. طيب ملاحظة ان المسلز محطوطة ان باندلز. باندلز يعني ايه؟ يعني حزم. ما بين البندل والبندل حاجة اسمها ما بين باري ميزيوم. طب لو انا طلعت المنظر ده وقعدت اتفرج عليه الاقي ايه؟ الاقي البندل مليانة فايبرز، ما بين الفايبر والفايبر كونكتيف تيشو اسمه اندو ميزيوم. اقلبها لي بقى من الاول، ده وان فايبر اللي هي الوحدة البنائية والشغال، ما بين الفايبر والفايبر عندي اندو ميزيوم، فايبر وفايبر وفايبر اتحطوا في بندل، ما بين البندل والبندل ها ايه؟ باري ميزيوم. بندل وبندل وبندل مين اللي فوقها كلها؟ الايبي ميزيوم. ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الكونكتيف تيشو هذا النسيج الضم بالشكل ده؟ الصوره دي يا اولاد ال اس ولا تي اس؟ ها انا شايفاها مضلعه، تبقى تي اس. شايفة جزء كبير من الكفرينج اللي اسمه الإبيميزيوم، ما بين البندل والبندل البيريميزيوم، وشايفة فايبرز ما بين الفايبر والفايبر إندوميزيوم. إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى في النسيج الضم بالترتيب ده؟ مهم الحاجة اسمها فورس ترانزميشن. فورس ترانزميشن لو أنا مع جروب وماشيين مع بعض وواحد من الجروب حب يخرج، هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقينا كلنا خرجنا مع بعض. فورس ترانزميشن ان لو حصل وان فايبر حصل لها ستيميليشن كل الفايبرز يساعدوها ويبقوا يتشدوا كلهم مع بعض بحيث المسل كونتراكشن تبقى قويه، دي اسمها فورس ترانزميشن. ايه تاني؟ يمسك العضلات ببعض، كونكت ذا فايبرز توجذر. ايه كمان؟ مليان نيرفز وفايبرز وبلاد فيسلز عشان تغذي العضلة، عشان تغذي العضلة.
يبقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الكونكتيف تيشو ده ايه؟ عشان اول حاجة فورس ترانسميشن يمسك العضلات ببعض ويديها الغذاء بتاعها من الدم والاعصاب. صورة تانية بنفس المقطع، انا واخدة العضلة تي اس، العضلة كلها حواليها الإبيميزيوم، ما بين بندل وبندل بيريميزيوم، ما بين فايبر وفايبر إندوميزيوم. تمام، ده الكونكتيف تيشو. طيب the whole muscle، العضلة كلها كفر بنسيج ضام كونكتيف تيشو اسمه اللي فوق الكل إبيميزيوم. هذا النوع بيبقى دنس تخين ومليان أوعية دموية وأعصاب. طيب consist of parallel skeletal muscle fiber arranged in bundles، ما بين البندلز عندي connective tissue اسمه البيريميزيوم. ده هيبقى أقل دنستي من مين؟ من الإيبي. ونازل منين؟ من الإيبي، شايل من الإيبيميزيوم، شايل برضو أوعية دموية ونيرفز. يبقى العضلة كلها متغطية بإبيميزيوم، نازل من الإبيميزيوم فايبرز تقسمها لي البندلز سميته بيريميزيوم، ما بين الفايبر والفايبر حاجة اسمها الإندوميزيوم. لو الإندوميزيوم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ريتيكولر فايبر. تعالى نفتكر الريتيكولر فايبر ده شفناه فين؟ ده كان شفناه في الكونكتيف تيشو في H1، واحدة من أنواع الفايبرز اللي قلنا ديليكت فيها ايه؟ فيها small blood vessels و fine nerves. تاني بالصورة دي المقطع TS ولا LS، مقطعات transverse section ولا longitudinal section؟ دي transverse section، اللي فوق الكل epimysium، ما بين bundle و bundle perimysium، ودول muscle fibers وما بينهم الendomysium. طيب اوصف لي السكيلتال ماسل باي ذا لايت مايكروسكوب. الاول الصوره دي يا اولاد ال اس ولا تي اس، لونجيتودينال سكشن ولا ترانسفيرس سكشن؟ هل في حد مش فاهم يعني ايه لونجيتودينال وترانسفيرس؟ يعني انا لو قلت الماسل فايبر ده عباره عن رغيف فينو، لو انا عايزه اقطعه ال اس هقسمه هفتحه عشان احشيه، يبقى ده اسمه ايه؟ ال اس. فتحته عشان احشيه بيبقى عامل زي الخطوط. تمام؟ طيب ده لا، جبت الفينو وتلته وبصيت فيه، بصيت فيه من الجنب لقيته ايه؟ كور، يبقى ده ترانسفيرس سكشن. طب الصوره دي ال اس ولا تي اس؟ لا يا فندم ده ال اس بس ايه؟ فيري هاي باور. باللايت مايكروسكوب السكيلتال ماسل فايبر سيلندريكال ان شيب. سيلندريكال يعني ايه يا اولاد؟ يعني اسطوانيه، اسطوانيه. Non-branched except in the face and the tongue. يعني ايه non-branched؟ يعني ما بتعملش فروع، بتتفرع فين؟ بس في المسلز بتاعت الفيس والتانج عشان الاكسبريشنز اللي بنعملها بوشنا. تمام؟ covered بسيل ممبرين اسمه الساركولمنا. كل فايبر مليان نيوكلياي فبسميه مالتي نيوكلياتد. بيبقوا موجودين على البريفري، بيبقوا موجودين على البريفري على اطراف الفايبر. قلنا السيتوبلازم محمر، واوعى تنسى ان في حاجه اسمها ايه؟ كلير ترانسفيرس سترياشنز، احمر ومليان خطوط ريجولار ترانسفيرس سترياشنز. الصوره دي ها تي اس ولا ال اس؟ تي اس. تعال نشوف كده، دي وحده فايبر لونها ايه؟ لونها احمر. طب النقط الصغيرة دي ايه؟ دي النوايات، مالتيبل نيوكلياي موجودة على البريفري، ما بين فايبر وفايبر في كونكتيف تيشو ديليكت اسمه ايه؟ اسمه الاندوميزيوم. لو انا بندل ما بين البندل والبندل الايه؟ البيريميزيوم، وانا مش شايفة او ده جزء من الايبيميزيوم. دي هاي باور ال اس سكشن للسكيلتال ماسل، اهو سيلندريكال اسطوانيه مالتي نيوكلياتد، النوايات كتير ورينجد على البريفري،
السيتوبلازم is acidophilic محمر ومليان خطوط transverse striations. تاني، ها مين يقول لي بقى يوصف لي ده ايه ده؟ ها light microscope، ها longitudinal section، ها شايفة acidophilic cytoplasm وفيها ايه؟ regular striations ومليانة نواياة multiple nuclei والنيوكليي على البريفري. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال LM of the skeletal muscle وقلت لك ان ال skeletal muscle بال LM acidophilic وفيها striations والنوايات multi nucleate. كنت قلت لك ايه الاورجانيلز اللي موجوده في السكيليتال ماسل. اولا المنظر ده ايه يا اولاد؟ دي ماسل فايبر واحده انا قطعاها خلاص بالطول، الممبرين اسمه السال ممبرين او الساركوليما، جوه السيتوبلازم او الساركوبلازم شايفه دول طول الخيوط اللي قلت لك عليها بتاعه الاكتين والمايوسين المايوفيلامنتس الكونتراكتايل فيلامنتس والشبكات دي يا اولاد اللي سموث اندوبلازميك ريتيكولم ودول الميتوكوندريا. انا عايزه لما تبص على الصوره دهيا هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ان في خروم وهقول لك الخروم دي عباره عن ايه. الالكترون مايكروسكوبيك بيكتشر اوف ذا سكيليتال ماسل الساركوبلازم فيها ايه؟ فيها parallel myofibrils. قلنا الخيوط اللي مسؤولة عن الانقباض اللي اسمها الأكتين والميوسين دي بتبقى ماشية parallel. دي بتبقى ماشية parallel. parallel يعني ايه يا ولاد؟ متوازية، ماشية بالتوازي بطول العضلة. وشايفة numerous mitochondria. الميتوكوندريا اللي مسؤولة عن الطاقة دي بتبقى arranged in row between the myofibril. ما بين الميوفايبرل الميتوكوندريا بتترص. وشايفة well developed smooth endoplasmic reticulum. قلنا ال smooth endoplasmic reticulum أو the sarcoplasmic reticulum بيلعب دور مهم قوي. ما هو الدور؟ وبيبقى ما بين برضو حوالين الميوفايبرل. ما هو الدور الخطير؟ إن بيعمل حاجة اسمها calcium storage and pump. بيبقى جواه كميات كبيرة جدا من الكالسيوم وهذه الكميات بتخرج أثناء الانقباض وهفهمك إزاي. وفي شوية جولجي أباريتس ورايبوزومز وفي انكلوجنز اسمها ال جلايكوجين. الجلايكوجين دي يا أولاد مسؤولة عن إيه؟ الجلايكوجين ده خزين الجلوكوز. الجلايكوجين ده خزين الجلوكوز. هقول لك كلمة أفكرك بحاجة من H1. قلنا لو الميتوكوندريا هي مصنع الطاقة أي مصنع لازم يبقى ليه مواد خام. ما هي المواد الخام؟ المواد الخام هي الجلوكوز. الجلوكوز ده بيتحرق عشان يطلع طاقة. طيب لو أنا عندي الجلوكوز ده هو بكميات كبيرة بيتحوش على هيئة جلايكوجين عشان لما أعوزه أكسره وأحوله جلوكوز عشان الجلوكوز يتحرق ويطلع طاقة. طيب وعندي حاجة اسمها الميوجلوبين على وزن هيموجلوبين. ايه الميوجلوبين ده؟ ده عبارة عن اكسجين بايندينج بروتين. هو حضرتك انا بحرق ازاي الجلوكوز؟ بحرقه بحاجة اسمها ايه؟ اكسيديش. يبقى لازم عندي اكسجين. طب عشان يبقى عندي اكسجين لازم اكون ماسكاه ببروتين. ايه ما هو اسمه البروتين؟ ميوجلوبين. تاني ايه الاورجانيلز اللي موجودة عندي؟ حاجة اسمها الميوفايبرلز الخيوط اللي مسؤولة عن الانقباض دي ماشية بطول العضلة وبارل. عندي مسؤول الطاقة، كم واحد بقى مسؤول طاقة يا شاطرين؟ الميتوكوندريا ها والجلايكوجين ها والميوجلوبين. الميتوكوندريا المصنع، المادة الخام اللي هشتغل عليها الجلايكوجين، والمادة اللي هتحرق اكسجين مين اللي شايلها لي؟ الميوجلوبين. وقلنا في اورجانيل مهم اسمه الساركوبلازميك ريتيكولم بيعمل ايه؟ مهم للكالسيوم ستور اند بام. وعندي شوية جولجي أباريتس ورايبوزومز. طيب الجزء ده مهم. هذه هي المصل فايبر. خرجت منها ده الفايبر واحد. فايبر واحد. خرجت منها مايو فايبرل. طب المايو فايبرل شكله ايه؟ شكله فيه خطوط. طب لو جبت ألوف منهم وحطيتهم ورا بعض كده أو بارل
في النت ريزلت هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي خطوط، وهذه الخطوط اللي هي مسؤولة عنها ايه؟ الاسترياشنز اللي قلنا عليها. تمام؟ ده هاي باور لحتة من الفايبر، ودي المايوفايبرلز بتاعتنا، دي المايوفايبرلز بتاعتنا اللي بتبقى بالطول، فيها ايه؟ فيها خطوط. من المسؤول عن الخطوط؟ هقول لك حالا. انا عشان افهم المايوفايبرل لازم ابص عليها تحت الميكروسكوب الالكتروني، وطبعا لما اجي اقول ماسل فايبر غير مايوفايبرل، الماسل فايبر هي الوحدة البنائية والشغالة للعضلة، لكن المايوفايبرل ده الاورجانيل اللي مسؤول عن الانقباض، ده عبارة عن كونتراكتايل ثريد ارينجد لونجيتودينال، محطوط بطول الايه العضلة في الساركوبلازم، معمول من ايه؟ الترنيتنج. يعني ايه الترنيتنج؟ بالتبادل، دارك ولايت باند، خط اسود خط ابيض، خط اسود خط ابيض. قال لك الخط الاسود اسمه الدارك، والابيض او الفاتح بسميه اللايت. قال لك الاي باند، الاي باند في نصه في جزئيه فاتحه اسمها الاتش زون، والاتش زون بايسكتد بحاجه اسمها ام لاين، هقول الكلام ده تاني بالتفصيل، والاي فاتح بايسكتد بحاجه اسمها الزد. تاني الاي اي ام بيكتشر اوف ذا مايو فايبر، قلنا انا عندي دارك باند ولايت باند. الدارك باند غامق ليه؟ لانه معمول من اكتين وميوسين. في النص في جزئيه فاتحه اللي هي اسمها الاتش زون، دي معموله من ميوسين بس، وفي خط غامق في النص اسمه الام لاين. تاني ال A band is dark لأنها معمولة من الأكتين والميوسين. تمام؟ ال A band في نصها في حتة فتحة اسمها ال H zone معمولة من ميوسين بس. طب ال I دي الفتحة في نصها فيها خط غامق اسمه ال Z line. ال I band فتحة ليه؟ معمولة من أكتين بس. قال لك المسافة ما بين two successive Z line اسمه الساركومير، اسمه الساركومير، وهذا الساركومير الوحدة الانقبادية اللي بيحصل فيها الانقباض. الخطوط الحمراء دي بتخش على الخطوط الزرقاء، تحصل shortening في المسل فايبر. نبدأ الرسمة دي بالإيد، الراجل ده إيده طلعت عضلة، العضلة طلعت منها بندل، البندل طلعت منها فايبر، الفايبر شقيت الممبرين وطلعت إيه؟ مايوفايبرل. المايوفايبرل فيها خطوط اللي هي الاسترياشنز، المايوفايبرلز اللي أنا شايفاها دي هي اللي مسؤولة عن إن العضلة فيها استرياشن، معمولة من alternating ها A band I band A band I band alternating. تمام؟ ال A band غامقة لأنها معمولة من الأكتين والميوسين، النص بتاعها فاتح اسمه ال H zone معمول من الميوسين بس، وفي النص فيه M line. للتسهيل نحفظ كلمة أهم A H M. ال I band فتحة ليه؟ معمولة من أكتين بس، وفي النص فيه Z line غامق بنسميه is، فتحة ال I band والنص ال Z line للتسهيل يعني. طيب الصورة اللي أنا شايفاها دي وحدة muscle fiber وقطعها لك بالطول، فيها كل الكلام اللي أنا قلته إلا حاجة واحدة بس. مين الشاطر اللي هيفكر معايا؟ يعني أنا قلت إن ده cell membrane، قلت ان ده مايوفايبر، وقلنا ان دول السموس اندوبلازميك ريتيكولم. ها ايه اللي انا ما قلتوش؟ ايه الخط الاصفر ده؟ ايه الخط الاصفر ده؟ طيب
يا دكتور انتي برضو حضرتك ما قلتلناش الخروم دي عبارة عن ايه. الخروم دي لو نفتكر الصورة اللي قبل كده قلنا الخط الاصفر اللي انا ما جبتش سيرته. طيب قول لي انت شايف ايه في الصورة دي؟ قلناه ده LS، ده LS ليه سكيلتل مصر فايبر خلاص، وده السيل ممبرين الساركو لما، ودول ايه؟ دول المايوفايبر، والشبك ده ايه؟ السموث اندوبلازميك ريتيكل. هيتبقى تاني الخرام دي عبارة عن ايه؟ الخرام دي جزء من حاجة اسمها ترياد تيوبولر سيستم. حاجة اسمها ترياد تيوبولر سيستم. ترياد يعني ايه يا اولاد؟ يعني ثلاثي. تيوبولر يعني ايه؟ يعني انبوبي. ثلاث انابيب عاملين جهاز اسمه ترياد تيوبولر سيستم. عبارة عن ايه؟ قالك الساركوليما اللي هي السيل ممبرين سند بتبعت ترانزفيرس انفاجينيشن انتو ذا ساركوبلازم. تخيل كده يا اولاد انا عندي كوباية مية وحط عليها كفر كلينكس كده او منديل، ورحت جايبة صباعي ومدخلة المنديل جوه الكوباية. دي حاجة اسمها انفاجينيشن. الانفاجينيشن دي شكلها على حرف التي وهوريك ازاي. طيب موجودة فين؟ موجودة at the level between the A and I junction، الـ A band والـ I band junction. طيب الـ عندي، طيب اللي هي الـ tri-tubular system أنا قلت بس invagination بتاع cell membrane، أمال إيه الحاجتين التانيين؟ قال لك على الناحيتين عندي smooth endoplasmic reticulum، حاجة اسمها terminal cisternae of the smooth endoplasmic reticulum. اسمها مين تاني وهوريك صورة هتفهم كويس قوي الكلام. يبقى الترياد تيوبولر سيستم معمولة من اتنين تيرمينال سيسترني، نهايات السموث اندوبلازميك ريتيكولم، نهاية من هنا ونهاية من هنا اللي هي الفاتح ده، وفي النص فيه الانفاجينيشن وبيلعب دور مهم في الانقباض. لا يا دكتور انا مش فاهم، هوريك بقى ان شاء الله هتفهم الصورة دي كويس جدا. ايه الصورة دي يا ولاد؟ ده السيل ممبرين. بص السيل ممبرين دي وان فايبر، جزء من وان فايبر. بص يا اولاد سيل ممبرين سيل ممبرين سيل ممبرين، هوب عمل ايه؟ انفاجينيشن اللي هي الكوبايه اللي قلت دخلت فيها كلينكس، انفاجينيشن ورجعت ده. الحرف ده على حرف ايه يا اولاد؟ على حرف التي. يبقى الانفاجينيشن ده على حرف التي، فبسميها تي توبيول، بسميها ايه؟ تي توبيول. على الناحيتين عندي نهايات تيرمينال سيسترني بتاعت مين؟ بتاعت السموث اندوبلازميك ريتيكل. على بعض دول كام؟ واحد اتنين تلاتة اللي هما الترياد سيستم. الموضوع ده فين؟ عند الجنكشن بتوين الاي باند والاي باند، لان ده بيلعب دور مهم جدا في الانقباض. تاني ده السيل ممبرين عمل انفاجينيشن بالشكل ده وراح خارج تاني، الحرف ده حرف التي. على جنبينه في التيرمينال سيسترني of the smooth endoplasmic reticulum. موجود فين؟ موجود عند الجنكشن between A band والاي band، وراهم كده زي ما انت ما شايف الاي والاي band وراهم. طيب تاني يا دكتور انا جبت هنا الوان فايبر وشقتها وببص عليها السيل ممبرين وشايفه مطب، المطب ده مين؟ الانفاجينيشن اللي هو مين؟ التيتبيول. وعلى ناحيتين مين؟ التيرمينال سيستر. على بعض اسمهم ايه يا اولاد؟ الترياد. تمام. طيب الترياد تيوبولر سيستم تاني معمول من ايه؟ من تي توبيول، والتي توبيول ده عباره عن ايه؟ انفاجينيشن اوف ذا سيل ممبرين انسايد ذا ساركوبلازم، دخول جزء من السيل ممبرين جوه السيتوبلازم. على جنبينه في عندي التيرمينال سيسترني اوف ذا سموث اندوبلازميك ريتيكولم. طب هذا الترياد تيوبولر سيستم بيعمل ايه؟ لا ده بيلعب دور خطير جدا في انقباض العضله. ايه الصوره؟ ايه اللي بيحصل كده يا اولاد؟ ايه رايك؟ بيحصل ان العضله بمالها بتنقبض، العضله بتنقبض. عشان العضله تنقبض، عشان العضلة تنقبض لازم يوصل لها نيرف امبلس، لازم نيرف امبلس. النيرف امبلس يعدي على ايه؟
على حاجة اسمها الموتور اند بليت، خدناها في الفسيولوجي، نهايات العضلة بالنيرف. هتعمل للممبرين دي بولاريزيشن، وبعدين الدي بولاريزيشن ده هينزل على التيتوبيول. طب ليه ينزل على التيتوبيول؟ هيخبط على السموث اندوبلازميك ريتيكولم عشان يطلع ايه؟ يطلع كالسيوم. طيب ولما طلع كالسيوم هيحصل ايه؟ هيحصل زحلقة الاكتين على الميوسين. تاني، العصب بيبقى ستيميوليتد، يروح للممبرين يعمل لها ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن يعني بدل يغير الكونفيجريشن بتاع البوزيتيف والنيجاتيف تشارج اللي موجوده على الممبرين، يروح الديبولاريزيشن ده للتيتوبيول اللي هو محشور جوه ما بين تو سموث اندوبلازميك ريتيكولم اللي هو ساركوبلازميك ريتيكولم، ويروح مطلع ايه؟ الكالسيوم. وقلنا الكالسيوم ده هيزحلق الاكتين على الميوسين. بص بقى الرسمه الحلوه دي، بص يا ابني، ده الزد لاين وده الاكتين وده الميوسين. الميوسين بيشد الاكتين ناحيته، يبقى الزد لاين بيخش لجوه. ايه اللي بيساعد ده؟ الكالسيوم. ليه؟ المكان اللي الميوسين يشد على الاكتين بيبقى عليه بروتين تاني، هذا البروتين الكالسيوم يمسك فيه، يسيب مسافه المكان الميوسين هيمسك على الاكتين فيه ويشد الاكتين ناحيته. دي وظيفة السموث اندوبلازميك ريتيكولم او ذا ساركوبلازميك ريتيكولم، ان هي تطلع الكالسيوم. الكالسيوم هيمسك في البروتين اللي كان عليه المكان اللي الميوسين هيمسك الاكتين منه، يفضيهوله خلاص، فالميوسين يشد على الاكتين والزد لاين تخش لجوه، يقلل لك يعمل شورتنينج للعضلة ويحصل انقباض. المرة دي بإذن الله تعالى هنخلص المصل كلها. هنتكلم سريعا عن الكاردياك مصل. الكاردياك مصل دي موجودة في الوول اوف ذا هارت، موجودة في الوول اوف ذا هارت. دي العضلات يا أولاد لما أجي أبص عليها أحس إن هي حبة منهم مقطعين ال اس وحبة متقطعين تي اس، وده ليه؟ لأن عضلة القلب بتبرنش وتأنستموس، بتنقسم وتلم، بتنقسم وتلم، عاملة زي الشبكة. فلو هي واقفة بالطول واجي أقطعها بالعرض هتبان مدورة، لو هي واقفة بالعرض واجي أقطعها بالطول هتبان مطولة. ال اس و تي اس سيكشنز، جزء رفيع اسمه الاتريوم وجزء تخين اسمه الفنتريكل، وما بينهم حاجة اسمها الفالف أو الصمام بتاع القلب. الصورة ده هي الدياجراماتيك، زي ما بقولك العضلة بتبرانش تنقسم، بتنقسم وتلم تاني، برانش اند انستوموس، في الاخر عاملة منظر زي الشبكة. لما اجي ابص عليها الاقي كل مصل فايبر ليها نواة واحدة، وهذه النواة بتبقى سنترال واوفل. الاسترايشنز بتاعنا باين ان هو ايه الراجلر استرايشن، مش زي السكيلتال مصل، الخطوط بتاعتها مش تحت بعض زي السكيلتال مصل. وده ليه؟ لان قلنا العضله نفسها بتبرانش وتانستوموس، فالمايو فايبرلز مش هيبقوا واقفين بارلل، فمش هتبان ان هي ايه ريجولار سترايتد. طيب شايفه ايه قبل كده انا ما شفتوش؟ شايفه حاجه اسمها انتركاليتد ديسك. ما هو الانتركاليتد ديسك؟ كاني عندي جبت ابره وفتله، عندي ده فايبر وده فايبر، وجبت ابره وفتله ورحت مخيطه تو فايبرز توجذر. حاجه اسمها الانتركاليتد ديسك ده عباره عن جنكشن ما بين تو كاردييك موسل سيلز. طيب الكاردييك موسل الموجود في حته اسمها المايوكارديوم، عضله القلب. العضله ده هي سترايتد، قلنا فيها سترايشن، لكن هذه العضله انقباضها غير ارادي انفولنتري. الان ام والاي ام بيكتشر بتاعنا بيقول ايه؟ ان الفايبر ده هي سيلندريكال ان شيب بتبرانش وذ انستوموس، معموله من شورت سيجمنتس وماسكه ببعض بالانتركاليتد ديسكس اللي هي الجنكشنز اللي قلنا عليها. السيل ممبرين بتاعتها رفيعه جدا فيري ثين، والنواه بتاعتنا سنجل واوفل وسنترال.
سنجل يعني واحدة، وأوفل بيضاوية، وسنترال في النص. السيتوبلازم قلنا أو الساركوبلازم أسيدوفيلك، قلنا إن هو أسيدوفيلك، والإستريشنز بتاعتها إيراجيلر أو نون كلير لأن هي بتبرانش وتأناستوموس. طيب العضلة الأخيرة اللي هنتكلم عنها اللي هي السموث ماسل. السموث ماسل موجودة في الول اوف ذا فيسرا. يعني ايه الول اوف ذا فيسرا؟ اللي هي الأحشاء الداخلية بتاعة الجسم البني آدم، المعدة والمصارين. شكلها سبيندل شيب، عاملة زي العيش الفينو، السيل ممبرين بتاعها ثين، ليها سنجل اوفل سنترال نيوكليس زي الكاردياك، وقلنا السيتوبلازم از اسيدوفيليك. طيب هل هي سترايتد ولا نون سترايتد؟ لا هي نون سترايتد. طب اسال نفسي سؤال، هو انا كنت سترايتد ليه في الكاردياك والسكيليتال؟ عشان ايه؟ عشان عندي اكتين وميوسين، ولا عشان الاكتين والميوسين كانوا راجلر؟ عشان الاكتين والميوسين راجل. السموث الاكتين والميوسين الراجلري ارينجد، هو لازم يكون في اكتين وميوسين بس ايه الراجلري ارينجد، فانا مش شايفه الاسترايشنز. ده منظر العضلات يا اولاد اللي قلنا عليها سبيندل شيب، والنواه سنجل واوفل تمام ونان سترايد. هنا ال اس للسموث ماسل، وهنا تي اس للسموث ماسل. هنا الصوره دهيت جايبه، ايه رايك في الصوره دي؟ دي سكيلتل ولا سموث ولا كاردياك؟ ها ايه رايك؟ دي كارديك. ايه الاماره اللي عندك؟ انا عندي النواه سنجل وسنترال واوفل. واحد هيرد عليا يقول لي طب ما السموث سنجل وسنترال واوفل، اقول لك برافو عليك. عندي هنا حاجتين مش موجودين هنا، ايه هما؟ عندي الاسترايشنز، وعندي حاجه اسمها الانتركاليتد ديسكس اللي بتلحم الفايبرز توجذر.